تمام. زي ما انتوا شايفين احنا حاطين، انا حاطين لكم مخدتين جنب بعض عشان تشوفوا الفرق ما بينهم بالشكل كده، عشان تبقى انتوا عارفينهم. الفايبر هي اول واحده ورا هناك دي كده، الفايبر بتبقى ارتفاعها عالي، يعني ارتفاعها اعلى من المايكرو فايبر. ليه بقى؟ عشان الفايبر ده ايا كان نوع الفايبر اللي انت واخده، مع الوقت شويه بيحصل فيه حاله هبوط سنه، يعني وبيهبط عن كده، عشان طبعا هي بالارتفاع ده عاليه جدا محدش يعرف ينام عليها كده، فبعد فتره بتلاقيها هبطت شويه. المايكرو فايبر ليه بقى مصمم ان هو بالارتفاع ده؟ ده طبعا الارتفاع المناسب للرقبه، المواصفات اللي هي المخده الطبيه ان هي تبقى طبيه للرقبه لازم تبقى بالارتفاع ده كده، وهم عاملينها في المايكرو فايبر بالشكل ده عشان خاطر المايكرو فايبر ما بيهبطش ولا نص سم، يعني زي ما انت حضرتك شايفها كده تمام، بتفضل عندك كده. لو قعدت عندك 100 سنه هتفضل بنفس الارتفاع وبنفس الشكل ومتقسمه من النص يا جماعه، زي ما انتوا شايفين كده. عاملين لها الخياطه بتاعتها تبقى تاخد شكل الرقبه برده زي الميموري فوم، فدي برده كويسه جدا وانا بنصحكم تاخدوها. هي سعرها اعلى، يعني مثلا في ال 120 المايكرو فايبر سعرها 370 جنيه، الفايبر سعرها 120 او 140 جنيه، في فرق في السعر بس. طيب بس برضو احنا بنشتري المخده مره، يعني انت الفايبر ممكن يكون ناس كتير اشترت مخدات فايبر انواع مختلفه وتقعد عندهم 5 6 شهور وتلاقيها هبطت خالص ويرموها، فانت حضرتك هتشتريها مره تكون سعرها اعلى شويه بس هتشتريها مره واحده، وغير كده كمان الاهم ان هي هتريحك وهتبقى طبيه للرقبه، اريح من الفايبر تمام، وكويسه جدا ومريحه، وهي بتدي نفس الاحساس ونفس الحاجه بتاعت اللي هي الموميري فوم اللي هي شكل الرقبه. بس طبعا شكل الرقبه ديت يعني اكيد ناس كتير جدا مش هتبقى مناسبه ليهم عشان سعرها عالي، يعني لو هو مضطر بقى ياخدها لو يقدر له عنده مشكله في الفقرات او كده تمام، انما غير كده لا يعني هتبقى غاليه عليكم يعني. فممكن تبدلها بقى بتاخد المايكرو فايبر سواء بقى 120 او 160 زي ما انت عايز، هتبقى مريحه جدا ليك وهتريحك و هتقعد عندك زي ما تقعد، مش هيحصل فيها اي مشكله ولا هيحصل فيها نسبه هبوط 1%. تمام كده يا جماعه، شرحنا لكم الفيكتوريا والمارفي يعني ريفيو سريع كده معاكم برضه عشان خاطر انتوا تتفرجوا وتكرروا وانتوا قاعدين مرتاحين، نقول لكم على كل حاجه. وانا طبعا كل الفيديوهات اللي انا بعملها لكم دي كلها عشان خاطر افهمكم، يعني اي يعني حتى لو انت رحت اي توكيل او اي مكان تشتري منه يبقى انت فاهم وعارف وبتسال على حاجه معينه انت عايزها، ما تاخدش بكلام الوكيل او اللي هو بيتكلم معاك. ممكن واحد يقول لك ايه ده مرتبه يانسن دي مش كويسه، انا عندي مرتبه تانية احسن. دي بتحصل كتير، بس هو بيوجهك على الحاجه اللي هو بيكسب فيها اكتر، مش بيوجهك على الصح. فانت افهم لنفسك وتروح تاخد الحاجه اللي انت مقتنع بيها واللي انت فاهمها، ما تاخدش كلام من اي حد في اماكن. انت حضرتك عايز مراتب انجلوندر، عايز مراتب يانسن، تخش على المكان تقول له انا محتاج مراتب يانسن موديل كذا، يبقى انت محدد الموديل اللي انت عايزه، انما ما تاخدش اي كلام من اي حد في توكيلات، حتى لو في توكيل برضو ممكن يبقى شغال في مع توكيل تاني غير الشركه، هامش الربح بتاعه او المكسب فيه اكتر فيحاول يقنعك بيه عشان يكسب اكتر، مش بيقنعك بالصح. تمام، فافهموا كويس قوي قبل ما تنزل وقبل ما تشتري وقبل ما تعمل اي حاجه، تفهم وبعد كده تقرر انت نازل تشتري حاجه معينه تنزل عليها، ما تغيرش اللي في دماغك وما تاخدش اي كلام من اي حد. تمام، دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم الكاوي، شكرا.